انا اعيش واسمح لي، انت هو الخاسر الاكبر. الدنيا ما اعيش واسمح لي، انت هو الخاسر الاكبر. تظلم فيها وتتجبر، ربك اقوى وربك اكبر. تظلم فيها وتتجبر، ربك اقوى وربك اكبر. مرية الدنيا مالك دار، مرية الدنيا مالك دار. 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 توك المال طاب وتدفع، ناسي ربك ناسي الاكبر، ناسي حلاب الحاري الاكبر، ناسي حلاب الحاري الاكبر. توك المال طاب وتدفع، ناسي ربك ناسي الاكبر، ناسي حلاب الحاري الاكبر. ما حلوة هاك حلوة. حلوة. وضعت كذا قلت له انت ذا من العياط علي انا، وذا من الجوع معيشني فيه، وذا من قلت التمانه وقت معيشني فيه. يا اخوي انت هذا والدك خلي شي من الدنيا ما توفر، ما يحصيها شي. والحين انت مبدل حالي لين انت عالم مولي، انا وتيتك خامره ما فيك مولي تبدلها، وانا تلفوني لها ما نعرف كم عندي، ما نقدر نبدلها. كل شيء تقولي حاني حاني حاني. انت بعد اذا ما كلت انت واذا ما صرفت فيه، واذا من الشخصيه الطارص علي انا، واذا من اخبط الشخصيه في انا، ما تعود تخابطوا في اخوتك، وخاصه عمك هذا اللي شوف جعل اليابس والاخضر ما اخرك شيء ما جعلي. واخوتك نحن انت مو في الحياه، نين انت نين انت مو في الحال، نين انت طماطره لك شيء لمن المال اللي صرفوا في اخوتك وعمك ذا ضق الدنيا وما فيها. ليه تم بصفه نين انت اذا من اللي بريد وسريد مع اهلك بيقعد معي انا امي. وفيت؟ وفيت بعد. قلت له ليش طالص منك ذم العياط طارق كامل؟ احنا يا اختي امورنا وكذا الاسريه قاعد في معنا، احنا واسرائيل وحدنا مع عنده علاقه بها. رواك انسان زين فيه تمشي ما يعني يفوت ويخلي. ذم عزة ان حد يتدخل في كل مرده. ما هي دي لا يصالح. وانا مولي ما يرفع الطرف علي يحسن. ما هي ديبه امي ولا صالح. وعمي انا واللي عدل ما انت ما عندك بي علاقه. وانا وتي وخالقنا و لما وياك وياك تحمدي وياك تشكري. اللي عندك بعد قاع وتي، واللي عندك دار قاعده فيها. سمعت لا قال لك شو يسوي وشنو؟
لا تعود تفلص منك هذا ملي ورا ذاك ملي يا روالك امور المسلمين ما زين على لسان تميه يحتك سترهم ذاك ما وصل زمن كامل تلفونك شوفي فلانه والله هذيك طرا فيها ما وكلا خلاو يسخوك ما ذاك اللي بيها لنا اختك اللي بيها عن اختك ايوه هي هي وبات ايوه الو هلا مرحبا الامام ياك لباس يا خير اش ما سيري ياك ما تحسوش شحال له ياك الامور طيبه يا مرحبتي ما شاء الله الحمد لله تبارك الله ايه انت ما قلت انك كنت لا تجيني تاخذ لي وحتى مالك يا خير ايه انا عقبت جبرت الاخبار كامله شيت قاع شهرها انا وطفل اللي اصلا اعطاني أعطاني معلومات مشيت أنا وهو شارها جيناها والله مرة طيبة بعد الظاهر منها طفيل أمي اللي هي هو إني معي الدل تكلمت معاها شوي والله والله أنا ماني عجلان أنا ماني عجلان دعات التركة الأخرى فيها عجلة أنا منهم ما فيها عجلة أصلا إيه والله والله انتظروا بعد ذاك ويتواس هين تتبين الامور كامله وعود حصر الورثه مثل المات لمرجوع له والله والله في انتظار ان شاء الله والله الا لك لا قرار تتر وانا ماشي فيه بحول الله وقوته الله يجازيك خير شكرا جزيلا مرحبتي مرحبتي اهلا وسهلا الو سعد انت ايش حالك انا نقول لك الخير ما عندي عظمة تيتين قد نحر خارج لي نوع من التعب والفترة ما باقي ارض ما جابتنا عليها ولا باقي شارع ما خلطت معه قايسين هون قايسين المرسى قايسين بريد اخرى قايسين الحمام قايسين نقول لك الخير ولا تسع تقع ولا هذا لا دافع لا تجري لا تربع ما هي معقولة راني لك ما استرحت هذا النوع قاع من لافرات انا بعد ما عني ما عيني والله انا دورك تو فايزة تعدوا لي حفلة انا ميت ما خالي بي التعب لا بد لكم تعدوا لي حفلة شوي كان يوقض عني شمل التعب والله لك ولي الله والله والله ان شاء الله ان شاء الله Thank you.
بل لبنى أرسم البسمة وصنع السعادة على وجه مريم وعائلتها. ولأن لبنى جزء من دفء العائلة، لبنى تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا وإفطارا شهيا. تبي مرات من الدار يا أخو ما حيت نبي الزرعات مالك مش كنت أكشن لا بوليس تلفنولي بوليس تلفنولي في قضية لا الفيديو هذا فيديو أمل لا فيديو أمل إيوه شي تواسمعه شنو اسمعهم؟ لا قالوا لي عني جيم. جيم؟ ايوا زين جيم قال لك عنك جيم انت؟ قالوا هالي لا تلفنوا لي قالوا لي انا لابد تجيني. ايوا قضية فيديو مسرب وشي ما نعرف شنو هو تو هو اللي مطلعه. ايوا انت قالوا لك صار جيم انا بعد ما البوليس ما لقي سمنك تو هو اللي مطرش علي. قال انت معايا؟ اه ماني معاك ان شاء الله. هذه انت تجنن؟ ماني معاك ما في تجنن راس. انت حق يد رجله مني ماني معاك نو ما في عندي شوقة اخباري من معاك انا قلت لك روايه جيت تعدت والله قلت انا شي لا فكره عندي انا بعد ماني ناشره مو صبحتي انت اشتاك تنشره لايكيت كي ناس كامل لايكات ما في لايكات هو اللي بعد ابن المرده كامل هو قلت لي عدل لك الدور جعفر جعفر ما خلينا الراس ما جيت الراس لا جيت شفاف لا جيت رجل لا في تنسيد راحتك ناس عيطوا لك انت قيسو جعفر ما قالوا علي صوت يا قرتا حنسورك انت ما كنت تقعد معايا وتقول لي وعدل وراك راجل منو إيه؟ هاي راجل راجل منين وراك راجل بعد غار سابق بوليس جات بوليس انا قلت لك شيء ما سمحتني ولا ريتك ولا شفتني ولا راك راجل وي ما راك راجل انت بغيت تسمعها وراك راجل علي لا تجنن راسك وراك لا راسك وتفقرشت وصندي الرجاله وخا راسك من المشكله اذا قاع مولي عادي قال الو الساد التواط اللي كانوا عندك اللي حجد لك بالصندوق لا تتصل معاهم نحن محاوطين نرتاقوا من كل جهه ويوك التواط الى رقد يعودوا تحت راسك ولا قمت يعودوا تحت باطك ولا مشيت مشي بيهم ولا طلعت الفوق اطلع بيهم ولا قضيت قلب بيهم اسمع لا تتصل معاهم ابدا هاول كانوا عندنا ما ريناهم معناها الملوك الاخرين لا تتصل البابي منين؟ البابي قدامهم ليفيا ليفيا مسسي شنو؟ ليفيا سسالي لا الحمد لله قاعد رجعت له البابي؟ سسي دونهم ليفيا لا الحمد لله رجعت له سسي دونهم ليفيا وقلت ليفيا والله صعب سسي دونهم ايش؟ سسي دونهم ليفيا والله سسي دونهم ايش؟ ها؟ سسدون هماشا 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 ماشي كش تقولي سسدون ولا فيا عود ابن ارواقي جا قلبك لا فيا يابس دور سسي انا بقلبك دور تشوف الو كرماتنا سيد المفوضة اهلا وسهلا ما شاء الله الحمد لله الامور طيبه والله والله قدمنا في اخبارهم احنا نقدر ناكدوا شيء ما هو محتاج مثلا العوده له ان دايره البحث عنهم ضاقت حتى لين عندنا قاعد عارفين العناصر المعنيه بهذيك العمليه الأفراد المعنيين بالمراقبة والتحري جبر المعلومات الكافية والله 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 لأن العملية إذا قاعد أقول لك نختار مثلا نخبركم بها العملية تحتاج شوي من التنسيق
بين الأفراد، وعملية المداهمة اللي تحتاج شوي من اليقظة للناس أصحاب سوابق وخطرين جدا، وبالتالي التعامل معهم يحتاج شوي من التنسيق. أقع هو اللي وخرنا ما قدرنا نعدله العملية. طبعا نحتاج لذن منكم، لاني نجروا لذن عدلوا المداهمة، العناصر جاهزين، الإمكانيات عندنا كاملة، وعندنا قطعة من الشكاوى المواطنين والملفات اللي هذو الناس عاد فار عليهم يعودوا بيناتنا. الهاشمية، أنا إنين طيتك الديار المكركبات وطيتك الفضة، تقبل تحكميني بروس أصباعك وتلاقي تلعبي فيي وتشوقي فيي، ها هاشمية؟ أنا لا تشكيني فارقة علي من المكاتب، والله الناس اللي تعدل الوثائق اللي أنتم وحدكم، ناس كاملة ترود لي تبقيني نجيها وتبقيني تعامل معايا، وانا نين تعرفت معاك انت وبقيت هذا، ما انك تقبيني بروس الاصبع والله تريت تزهزي بي والله تريت تزرقيني بالحا. سمعتي راني لك ما ينقبل اذا النوع ما هو اللي شاك انا. من طريق كانك تعرف عني لين نحسس حد معاملتي معاك ومعاملتك انت معايا اصلا عنك هو تحتاني فيها. لا تتعرف عنك تو تحتاني، تجيتني وكنت تدورش من معاملات وخلقت انا تعرف عنك بعض لا خير فيك بتسمي الطريقة اللي كنت بيها وشو التمولي اللي يتنعت الوجه ما وجهك قاع دور تحكني بعد بجلدك. حاج أنا قاعد وني هي قاعد ثاني ما قطع درت قاع شي ولا شي يسوى شنو لا انت ولي تعرض الديار وجبت الوتات وانا ما عدرت شي ريه زين دور تحكني بجدك الصح بغلق حق وصحة النفسية واني انا هو بياولك ليه انا بارك عندكم عني وجهتكم رسول الله ان قد نعود والدي من سال حيلي لهم أنظر طعمته بعض قال لم يطلق بين دروسي وتحمر مني ما لقيت بويا القايلة أمي أنا ما يعرفني كان يعرفني أنا يا خي يعرف غني ذا النوع قاع ما يقد ينحك لي هي غير باطته يخلينا الأخلاق أنه خلاه منها إيه قاعد تلفن ذا قالوا حيب الله خليك انت شهر صباحك ياك لباس ياك ما لك حاسب شي ما وفالك ياك مترحم ايوا شو هي اللي خليك اللي مرد لك انت نقول لك اني دايم فاجئك بها انا راني ما تليت في القزرة وحد جايني ما يجيني في القزرة ابدا ما تليت فيها بويا مانا اراعيني في داري خليك لي داري هي شبه الديار انقارتها داري انا ما مقررها حد فيا اراعيني عت فيها وتعالى لي تشوف يا ابويا والله العظيم الكريم ماني قاعد لين سوى الحد قاعد على الاخبار هذا هو الفافع وايد شو انت سكت هذا هو الفافع الموت وقاع ولا الدنا كيف قد صح قاع في الربد هذا قاع هو بلادي انا يا ولي اللي يغلي أنتي متوحشة تأخذ شوي. الله يا متوحشة حق. كنتي برش بالحرية تمرقي عن هون. الحرية ما كيفش الزمن اللي مضيت هون عرفت عن الحرية ما شبه منش. الدنيا ما عايشة واسمح لي أنت هو الخاسر الأكبر. الدنيا ما عايشة واسمح لي. هو الخاسر الأكبر ترى فيه وجه
تجبر ربك أقوى وربك أكبر تظلم في